دكتور معانا كمان تليفون، معانا فايزة. اهلا يا فايزة، اتفضلي. أيوة، السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي اتفضلي، ممكن أكلم سامعيني؟ الدكتورة؟ ايوه الدكتور سامعاكي، اتفضلي يا فايزة. يا دكتورة، أنا طالع لي حبوب تحت دجني كده، بجالها صخر ايه شكلها؟ وبجال وطي التلفزيون معلش يا فايزة، واسمعينا من التليفون عشان الصوت بيتردد بس. خلاص بقول لحضرتك أنا طالع لي حبوب تحت دجني كده، بجالها صخر دلوقتي، تمام. بس حبوب صغيرة خالص ما بتروحش خالص. من جيب لها كريم، ورحت الصيدلية مش عارفة الدكتور قال لي على اسم نوع غريب كده في المرض، طلع تمام. من الجو، بس مش راضي يروح برضو الحبوب ديت. وفي نقط تحت عند عينيا كده، عند مناخيري، يعني المثانة واسعة. طب انتي كشفتي يا فايزة؟ لا، ما كشفتش امراض جلدية والله. هو مبدئيا طبعا لازم تكشفي، والدكتور برضو هتفيدك. طيب شكرا ليكي. الحبوب دي، هتسأليها؟ اتفضلي اسأليها. الحبوب دي انتي بتاكلي دهون كتير؟ لا، ده انا عامله دايت. عامله دايت؟ طيب تمام. مثلا بتاخدي فيتامين بي اللي احنا كنا لسه تاخدي هنتكلم فيه؟ فيتامين لا، بي؟ ما باخدش اي حاجه خالص، بس كباسين كده بتاعت الحرق وكده بس. حاجات تمام. لحرق الدهون. تمام وبشرب ميه بليمون وشاي اخضر وحاجات من دي طيب للدايت. تمام 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 شكرا ليكي. ايه رأي حضرتك في هو كلامها؟ هو مبدئيا هي ما كشفتش، فهي المفروض انها تكون كشفت علشان اكيد اللي طبعا هيشوفها هو اللي طبعا، هيعرف بس هي عندها احنا ايه نقول يعني. مثلا كده كجنرال ان هي ممكن تكون عشان بتعمل دايت. تمام. دايما اللي بيعمل دايت بنحاول ان احنا نديله معاه لازم سبورت فيتامين بي. سبورت فيتامين. لازم فيتامين بي ايه بقى؟ كومبلكس إيه؟ لا ولا بي البي 1 ولا بي 2 خصوصا ولا ايه؟ البي 3 بي 3 بي 3. تمام. لان هو ده اللي مسؤول ان هو بيعمل حبوب في الوش نفسها، وخصوصا مع الدايت. البي 3 دي ده معلومة مهمة قوي يا دكتور، بقى نوضحها كويس البي قوي، لان 3 هتلاقي كمان دوت اللي هو تقريبا نص اللي بيخلي بيشوفونا دلوقتي عاملين دايت يعني. بيخلي كمان الجلد بتاع ايديا او القدم نفسه، الحاجات المعرضة للشمس بيبقى سميك، بيسبب حاجة اسمها كده البلاجرا، اسمها البلاجرا، طب خشن، حضرتك تقصدي سميك ان اللي وخشن. بيعمل دايت دلوقتي بيكون عنده نقص في فيتامين بي 3 طبعا ده؟ طبعا اذا هو طبعا المفروض اي حد بيعمل دايت ياخد مكمل سبلمنت. غذائي فيه لازم فيتامين لازم بي 3، او ياخد الفيتامين بي 3 نفسه. لازم ياخدها بقى في صورة مثلا كبسولات، في صورة حقن، بس دي مهمة جدا معاه. طب حضرتك بتنصحيها بكده انها تاخد فيتامين بي 3، وانها طبعا تكشف اكيد عشان تشوف واكيد عشان الحبوب دي نشوف، ما تلعبش طبعا شكلها في ايه. الحبوب، طبعا. بتحاول انها دايما تحافظ على نظافتها، وتحاول انها الفوطة بتاعتها تبقى استخدام شخصي ليها هي بس. محكمة تمام. يعني ما تكونش مثلا البيت كله بيستخدم نفس الفوطة، خصوصا لو اكيد، انا لان ربما عندي يكون حاجة مشكلة في معادية. وشي ما ينفعش ان انا كل البيت يستخدم نفس الفوطة دي، ما ينفعش، لازم اخد عندي حاجة. وتغسل بغسول طبعا ما يكونش فيه دهون. اوكي. تبعد خالص عن الدهون لو هي طبعا عامله دايت. هنبدا ان احنا ندي فيتامين بي، خصوصا بي 3 ده مهم جدا، لان هو كمان بيعمل لنا الجلد الخشن. عارفه انت لما يحصل جلد سميك كده والايد تحس انها كانه مثلا مزارع في ايوه الارض، ايوه بنشوف ناس كتير كده، ده بيبقى نتيجه نقص فيتامين بي 3 خصوصا. يعني تمام. ده مثلا بنلاقيه في اللحوم والطيور ده والاسماك، كأكل. عندنا البيض، عندنا القهوه. كمان بي 3 ده ممكن يسبب مرض سكر. يعني احنا لو عايزين نعمل عدم يعني كنترول، نقصه، طبعا نقصه طبعا، يسبب مرض احنا لو سكر. عايزين نعمل كنترول دايما تمام. لمرضى السكر اللي بيعملوا عندنا نظام غذائي، دايما بنديهم بنزودهم الفيتامين ده. بفيتامين بي 3. لو مش في الاكل تمام هيبقى مكمل غذائي. تمام